مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن أفضل الخرائط الموجودة بالكرياتيف يلي هن الوور زون. هلا حاليا بدي أحكي عليهم تبعات شهر أبريل اللي فات. هدول أفضل مابات اللي تم تصويت عليهم بموقع إبيك جيمز. مثل ما بنعرف احنا ما بالكرياتيف كلياتنا بنعرفها اللي هي في من الوورزون اللي انت بتلعبها مع اصدقائك مثل ارينا بالضبط تقريبا بتكون، وفي عندك تبعات الايديت وفي عندك تبعات الايم، في كذا نوع. انا عندي كمان قائمة كبيرة بتبعات الايم، لو حابب تشوفها وصل لي هذا المقطع لاكبر عدد من اللايكات تقدر عليها لنزل لك تبعات الايم. وفي شغلة تانية، في مابات مهكرة اللي هي بتعطيك دمج فوق 500 بالشوتجن لما تضربه مجرد ما انك انت تعمل شيء بسيط ممكن مظاهر امامك بالفيديو. هدول مابات خرافية جدا، بتنزل بتحطها بتنزل معك واحد من اصدقائك بتجده ب800 و500. فمثل ما قلنا لايكات كتير، وصلوا لي اكبر عدد لايكات لهذا الفيديو مشان نزلكم المابات التانية تبعات الكرياتيف. اول شيء عندنا هاي الماب. هاي الماب يا شباب اسلحتها حلوة كتير ومتنوعة. في بقى عندك من الشوت جان للاس ام جي للهاربون، بتنزل معك انت بوكس، بتنزل بوكس وبتبني حواليك لو انت حابب مشان اول شيء تعرف وين بدك تروح. وفيها اللانش باد مثل ما حكينا لانه بتقدر تاخذ الهاي جراوند مشان الناس تكون عليك هاي جراوند كانك عم تلعب ارينا بالضبط. عدد جولات لهي 8 جولات، بتقدر تشوف عدد الناس من عند الشمال من هون مكتوب قديش فاضلين او كم واحد بقيان. وفيها اضافه حلوه مثل السمك مشان الهيل كله بتطلع بشكل عشوائي، فيها السمك حلوه. وهي الماب لها كودين، كود واحد للسولو وكود واحد للسكواد والدو والتيريوس ثلاث اشخاص. فانا رح احط لكم تحت باسم الماب الاولى ورح احط لكم كود السولو ورح احط لكم كود الدو او السكواد. هي الماب انا بعشقها جدا وانا من الاشخاص اللي بلعبها كتير لانه حلوه كانك عم تلعب ارينا وبشكل محترف جدا، واحيانا بيطلع معك سمك وشيد مشان تقدر تضل اخذ الهاي جراوند كانك عم تلعب ارينا بالضبط. لو انت بتلعب ارينا وحابب تلعب هاي الماب بنصحك فيها جدا جدا. والماب الثاني اللي معنا يا شباب اللي هي بدها احتراف لانها ما بتعتمد على الاسلحه بنوب والهبد وخلاص. هي بتلعب دو او سكواد او تيريوس، اسلحتها البومب الابيك والاس ام جي والاسوت الازرق والميني شيلد والسمك السلير. تقريبا كل هدول اسلحه، بس الشيء الثابت اللي معك اللي هو البومب والاس ام جي والاسولت، هي كانت افضل الترشيحات بالنسبه للناس المحترفه ولاعبين السكواد والدو يلي بيلعبوا بالارينا والبطولات العالميه كلياتها. ولو انت حابب تلعبها مع اصحابك السكواد او الدو لا تتردد بلعبها وخليك عم تلعبها لانه كتير حلوه. لهي الكود تبع تحت باسم الماب رقم 2. ويلا على الماب الثالثه. الماب الثالثه مختلفه شوي عن الورد زون اللي قبلها او اي وورد زون لعبتها انت بالكرياتيف. هاي الخريطة يا شباب عبارة عن انك بتنزل من السماء كأنك رح تنزل من الباص. اول ما تنزل لتحت بتنزل على مكان بيشبه جدا منطقة بليزنت، تقريبا بتقدر تقول بليزنت بارك. بتنزل بدك تروح تلوت، معك بقى عدد معين من الثواني، بدها تمشي الثواني لحتى تبلش تمشي الزون. الزون تبعها بتشبه تبعات الارينا، عشوائية تقريبا فيك تقول. اللوت فيها متنوع بشكل كبير لانك انت بتنزل لتحت بتلاقي الشيست والامو بوكس بدك تفتح وتاخذ. في بقى وقت، اول ما يخلص هذا الوقت بتمشي الزون. هي حلوه كتير وممتعه، يعني غريبه شوي على الورد زون اللي احنا بنلعبها. ومثل الارينا بالضبط فيها شغله انك كل ما تقتل حدا بيزيد الشيل تبعك مثل الارينا بالضبط. فهي حلوه وظريفه يعني بالنسبه للليك تسلاي مو اكتر، لانك بدك تنزل تلوت اسلحه تلقط اسلحه وهيك، ما بتنزل مع اسلحتك الكامله. ظريفه كمان، جربوها وحلوه كتير يعني. والماب رقم 4 يا شباب اللي معنا اللي هي ماب الزيرو. هي ليش اسمها ماب الزيرو يا شباب؟ هاي الماب بتلعب سولو يا شباب مشان الناس تكون متعوده على تبعات الارينا، لانه هي بتكون فيها الزون عشوائيه بشكل كامل، وبتكون فيها الريسبون بشكل عشوائي كامل، واللوت بيكون فيها بشكل عشوائي كامل. كل شيء رح يكون فيها عشوائي، يعني هي من افضل اختيارات الناس بتلعبها للارينا او بتفوت بطولات، لانه كمان هي ظريفه حلوه كتير. وانا ذكرت بالماب الاولى كمان نفس الموضوع، بس هلا هي الماب الاولى والماب الرابعه هدول اكثر ناس بيلعبوها بالنسبه للورزون او بالنسبه للارينا يعني. بالنسبه للموارد، الموارد فيها قليله، بدك تعتمد على القتل والكلات لحتى تقدر تاخذ منهم الماتس اللي هن 500 خشب و400 حجر و300 حديد، هذا اللي بينزل معك بالنسبه للمات. والاسلحه مثل ما حكينا بتكون متنوعه بشكل رهيب، والشيلد وكل شيء بيكون متنوع، يعني بتنزل ما بتعرف شو رح يكون معك او شو اللي ضدك رح يكون معه. وفيها تراب وفيها كام فاير وفيها لانش باد وبشكل عشوائي بيطلعوا معك كمان. الكود تحت موجود يا شباب برقم 4 لو بدك انت تجربها، حلوة كتير فانت جربها هي والماب الاولى، انا بنصحك فيهم بشكل رهيب. وبالنسبة للماب الاخيرة اللي معنا والماب الخامسة يا شباب اللي هي اسمها النجمز. هدول الناس يا شباب النجمز بيعملوا مابات حلوة كتير، يعني هدول من افضل صناع مابات الكرياتيف على ايبك جيمز.
يلي ما بيعرف هدول الناس طبعا في لهم كتير خرائط انك انت تكتب اسمهم على جوجل وبتحط قدامهم ماب فورتنايت فبتلاقي بيطلع لك كتير وعندهم كتير شغلات قديمة. بالنسبة لهي الماب يا شباب هي ماب قديمة بس تم تحديثها هلا حاليا بهذا الوقت. اول شيء بتنزل ببوكس مقفل عليك بينزل معك لوت عشوائي من شيد لأسلحة بعدين قدامك مثل زر بتروح بتدوس على هذا الزر بيطلع لك سلاح عشوائي سكار شيلد حسب شو انت بيطلع لك بشكل عشوائي بدون ما تعرف انت. فانت لو حبيت هذا الشيء اللي طلع لك من خلال هي كبسة الزر بتقرب عليها وبتاخده بيخصم لك 50 موارد من كل شيء. حلوة كتير هي قصة تبع الزر انك انت بتطلع اشياء فظريفة يعني ممكن يطلع لك سلاح عشوائي ما بيخصمنا غير 50 بشكل عادي وطبيعي. الزوم فيها بتدمج 10 وفيها لانش باد مثبتة بكل الماب بشكل عشوائي ومع كل قتلة بتزيد هيل تبعك 50 والمات تبعك بيزيد 60. فهيك انا هلا حترككم الكود تبعها تحت باسم الماب رقم 5 والاخيرة. فبتمنى يكون مقطع عجبك. هيك المابات كلها تبعات شهر ابريل والناس اللي مصوتوا عليها انا بعرف يعني صار لي 5 ايام خالص شهر ابريل بس يعني انه حبيت نزلكم اياها مشان انتم تشوفوا ما انه للناس كلها فاضيه وقاعده بالبيت. فشوفوا المابات اللي انتم بتعجبكم. انا بنصحكم بماب رقم 1 افضل ماب بالنسبه لي اللي انا بلعبها كتير. فبتمنى تنشروا هذا المقطع بين كل اخوانكم واصدقائكم مشان يشوفوا افضل مابات وبتساعدوني الي بالدعم. كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 واستنوني بمقاطع تبعات المابات المهكرة اللي حكيت لكم عليها وبرعاية الله. يا الله ماني عارف يا ابن الحلال. بتطلع منين يا توب التوب؟ نفسي تجاوبني بس بتطلع منين؟ هلاي 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 نظرا للظروف اللي حصلت مع نعيم واحنا هبدنا وما قدرناش نجيبه. تفاي اوه يا عرفان انك عايز تهب ما معي شيء معي رحمة الله بركاته. هلاي 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 هلاي
انت ما بتشوفش هو بيعمل معايا ايه. سيبك من ده كله. بص انا كنت واقف بفايت مين محمود، سمعت حد عمال يطلع ورايا، قلت لنفسي استنى لما يفتح ايديت واطلع على البيعة بتاعته واخش البوكس. شبك محمود ليش هيك مخنزر علي؟ جبت الدمين كتير بعيد جميل. يا زلمة معك الجبل. ولا انت وحسن ايه؟ يا جدعان